الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. ما زلنا في شرح الشهادة الثانية من كتاب عمدة الراغب. قال المؤلف رحمه الله في الكلام عن الأنبياء: ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة. والسفاهة هي نقص في العقل والبلادة، فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. وأما قوله تعالى في سورة يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. انظروا هنا رحمكم الله بتوفيقه، القاعدة أن الأنبياء لا يحصل منهم كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة أو دناءة، قبل نزول الوحي لا يحصل، وبعد نزول الوحي لا يحصل منهم ذلك. فإذا فهمتم هذه القاعدة، عرفتم هذا الكلام، ما يروى مما يخالف ذلك تنبذونه وتعرفون أنه ليس صحيحا. فما ينسب في كلام بعض الناس وفي الكتب، في كثير من الكتب، ليوسف عليه السلام أنه هم بالزنا بامرأة العزيز، فهذا مفترا على يوسف عليه السلام، لا يجوز في حقه ولا يليق بمنصب النبوة. فلم يحصل من يوسف عليه السلام أن زنى أو هم بالزنا، لا منه ولا من غيره من الأنبياء. فهنا عند قراءة هذه الآية لتفهموا المعنى المراد: ولقد همت به. امرأة العزيز أرادت من يوسف عليه السلام أن يقع بها، أرادت منه الفاحشة، أعجبها حسنه وأرادت منه أن يقع في الفاحشة، وغلقت الأبواب وعملت حيلة حتى كانت معه عليه السلام، ثم هي قالت له: أقبل إلي، تريد منه الحرام. هو سيدنا يوسف معصوم من عباد الله المخلصين كما قال الله تعالى. فسيدنا يوسف ما حصل منه هم بالزنا بالمرة، ولا حتى الخطور ما خطر له أن يفعل ذلك. ويدل على ذلك ما حصل، أنه أعرض عنها وانصرف من وجهها، وهي لحقته وقدت، أي شقت قميصه من دبر أي من خلف، فكان هذا شاهدا عليها أن هي التي راودته عن نفسه، وهي التي أرادت منه أن يقع بها. أليس جاء في القرآن الكريم: الآن حصحص الحق، أي ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه. هي تقول: أنا راودته عن نفسه، هي تقول إنه من الصادقين، أنا التي أردت منه أن يقع في ذلك. ولما اجتمع الناس وقالوا: انظروا، إن كان شق قميصه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان شق قميصه قد من دبر شق من خلف فكذبت وهو من الصادقين، فظهر الحق. هي قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. هي تقول: أنا راودته عن نفسه. فلا يجوز أن يعتقد أن يوسف عليه السلام أو أي نبي من الأنبياء يحصل منه الزنا أو يحصل منه هم بالزنا، هذا لا يليق بمنصب النبوة. فلذلك كما قلت لكم، اقرأوا هكذا لتفهموا: ولقد همت به، هي أرادت منه أن يقع في الفاحشة، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، الله أراه البرهان، فلم يحصل منه هم بالمرة. فليس معناه أن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز، بل بيّن الرازي في تفسيره بطلان هذا القول، وأنه لا يصح تفسير الآية على أنه عليه السلام هم بالزنا، فقال إن يوسف عليه السلام كان بريئا عن العمل الباطل والهم المحرم، وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين، وبه نقول وعنه نذب. وقال في كتاب عصمة الأنبياء في تفسير الآية الوجه الثاني: في حمل الهم على العزم أن يحمل الكلام على التقديم والتأخير، والتقدير ولقد همت به
ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ويجري ذلك مجرى قولك قد كنت هلكت لولا أن تداركته، يعني تداركته فلم يحصل هذا الهلاك. وليس فيهم أي في الأنبياء من يسرق ولو حبة عنب، وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس، وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان، ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. قال الشيخ محمد مياره المالكي في الدر الثمين: وكذا يمتنع في حقهم الجنون قليله وكثيره، لأنه نقص، بل يجب في حقهم كمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي. يجب في الأنبياء أن يكونوا كلهم كامل العقل وفطناء وأذكياء، وفيهم قوة الرأي وفيهم قوة القريحة. أيضا يستحيل على الأنبياء الأمراض المنفرة كالجذام والبرص وخروج الدود، هذا لا يجوز على الأنبياء. في بعض الكتب يقول بعض الناس من جهلهم عن أيوب عليه السلام إنه صار يخرج منه الدود، ويقولون صار يقول يا مخلوقة الله كلي من رزق الله يعيدها، هذا كفر والعياذ بالله. معنى كلامهم أن أيوب كان يضر نفسه، وهذا لا يجوز على النبي. انتبهوا حين تسمعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، ليس معناه أنه يضر نفسه، لا. فتقول له زوجه: يا رسول الله لما هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. حتى تتورم قدماه، يعني من كثرة القيام، من كثرة القيام في الصلاة تتورم قدماه بدون ضرر بدون أذى. لو مشى مشيا خفيفا يذهب ذلك، ما فيه ضرر، الرسول لا يضر نفسه، هذه قاعدة، الرسول لا يضر نفسه. كذلك يونس عليه السلام حين ألقى بنفسه في البحر، يونس بن متى يعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينضر، ليس لينتحر، لا، التقمه الحوت صحيح، ومكث في جوف الحوت 3 أيام، لأنه ترك قومه قبل أن يؤذن له، أيس منهم، لكن قبل الإذن له بالوحي من الله تركهم، فكانت العاقبة أن التقمه الحوت، لكن لم يخدش لحمه، لم يكسر عظمه. كذلك يا أحبابنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا ينتحر ولا يهم بالانتحار. أكبر الذنوب الكفر، بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا إنسان قتل مسلما بغير حق هذا أكبر الذنوب بعد الكفر، أو قتل نفسه انتحر، يعني هذه معصية كبيرة ليست كفرا. النبي لا يفعل هذا ولا يهم بهذا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انقطع عنه الوحي برهة من الزمن، فترة من الزمن، حزن لذلك. صار بعض المشركين، صار بعض الكفار يهزؤون بالرسول، يقولون له ودعك ربك وقلاك، هجرك على زعمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لتخفيف الشوق الحاصل في قلبه من انقطاع الوحي هذه المدة ذهب إلى بعض ذرى جبال مكة، وهو يعتقد اعتقادا جازما أنه لا يصيبه أدنى ضرر، هم أن يلقي بنفسه من بعض ذرى جبال مكة لتخفيف الشوق، مع اعتقاد أنه لا يضره ذلك، لأن الأولياء يعطون الكرامات، فكيف بالأنبياء؟ يعطون المعجزات، وأنه لا يحصل له ضرر بالمرة. لا يجوز أن يقال الرسول كان ذاهبا لينتحر، أعوذ بالله. لو كان هذا في بعض الكتب، ولو كانت هذه الكتب لها شهرة، العبرة بموافقة الشريعة، والرسول يقول ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله، معناه مهما كان الشخص عالما
ومهما كان وليا يخطئ في شيء ما. أليس سيدنا عمر قال لا يزيد أحد في مهر امرأة على 400 درهم؟ الرسول ما زاد في مهر بنت من بناته على 400 درهم. فمن زاد جعلته في بيت المال. عمر بن الخطاب أفضل ولي في البشر بعد أبي بكر رضي الله عنهما. نزل عن المنبر، جاءته امرأة فقيها، قالت كلامك أم كتاب الله؟ فقال لها بل كتاب الله، وما ذاك؟ خاف سيدنا عمر وقاف عند الحق، إن الحق يجري على لسان عمر، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت له أنت قلت لا يزد أحد في مهر امرأة على 400 درهم، ومن زاد جعلته في بيت المال، ليس لك يا أمير المؤمنين. الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. رجع فورا، صعد المنبر. هكذا التواضع، هكذا الذي يفكر في القبر، يفكر في الآخرة، يفكر في يوم الحساب، يفكر في العرض، يفكر في السؤال، يفكر في صحيفة العمل ماذا ألقى فيها من خوفه من الله. فورا ارتقى المنبر، قال أيها الناس أنتم ومهور نسائكم كما تشاءون. أخطأ عمر وأصابت امرأة. الله يجعلنا من هؤلاء الوقافين، الوقافين عند الحق، عند حدود الشرع، لا يتجاوزون حد الشرع، يخافون الله سبحانه وتعالى، يفكرون في ظلمة القبر ووحشته والوحدة فيه، يخافون يوم الحساب، يوم العرض على رب العباد، يوم تعرض صحيفة العمل. الله يجعلنا من هؤلاء، ليس من الذين يخبطون يمنة ويسرة ويخبطون خبط عشواء، يتكلمون بالهوى وإذا رجعوا لا يرجعون بل يتكبرون. الكبر رد الحق على قائله، هذا كبر مع علمه أن الحق معه. وغمط الناس، احتقار الناس، كثير من أدعياء العلم إذا راجعتهم لا يرجعون، جربنا ذلك كثيرا. الله يجعلنا من المتواضعين ويسلمنا يوم الدين ويسلمنا في قبرنا. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان، أي أن يجري على لسانهم كلام لا يريدونه بلا إرادة في الشرعيات والعاديات. قال القاضي عياض في الشفا لا يجوز عليه خلف في القول في إبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه، لا على العمد ولا على غير العمد. طلع واحد على التلفزيون وقال له دكتور وداعية من أشد الناس فسادا، انغر به بعض الناس، والعياذ بالله قال عن الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا كذب الشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال غير النبي، ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، أي اعملوا به، أي أنه صحيح بلا شك. وما أمرتكم به من أمر دنياكم فإنما أنا بشر. الرسول لا يخطئ في الشرعيات، وإذا اجتهد على قول بعض العلماء أنه يجتهد لا يخطئ في اجتهاده، مستحيل عليه ذلك، فهذا كذب الشريعة. وصار يأتي بآيات وأحاديث غير محلها ليوهم الناس أن كلامه صحيح. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس معناه أنت أذنبت لأنك أذنت لهم، معناه الله لا يؤاخذك لأنك أذنت لهم، هذا معناه. لما الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل يسأله عن الشهيد فقال له يغفر له كل ذنب بوحي من الله، جبريل قال له قل له يغفر له كل ذنب، ثم أراد الرجل أن ينصرف فقال له جبريل قل له إلا الدين، ليس معناه يعاقب على الدين، معناه الدين لا يضيع على الدائن، على الذي أقرض الشهيد الله يرضيه من خزائنه. فقال له الرسول إلا الدين،
عليه الصلاة والسلام بوحي من الله، هذا يستشهد بهذا على زعمه أن الرسول غلط. ليش هو الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول تكلم برأيه حتى يقال غلط؟ تكلم بوحي من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن جبريل يهبط علي بالسنة كما يهبط علي بالقرآن، وحي من الله. الله تعالى يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفناه القرآن، وما الحكمة؟ الحديث. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي أعرضوا عن الإيمان بالله والرسول، فإن الله لا يحب الكافرين. قال القاضي عياض في الشفا في الكلام على حاله صلى الله عليه وسلم في أخبار الدنيا: فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف مخبره، لا عمدا ولا سهوا ولا غلطا، لا يغلط الرسول في شيء من أمور الشريعة صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه، ولقال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي: ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق اللسان، يعني يصير محلا لاعتراض المعترض، يعتبر المعترض أن هذا مدعاة له ليعترض على كلام بلغه عن النبي. يقول: ما يدريني أن هذا قاله الرسول عن إرادة وليس سبق لسان، يعني يرفع الثقة والعياذ بالله عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله، ولا يصدر منه كلام وهو لا يريد الكلام بالمرة، كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم، هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم. قال الشيخ محمد مياره المالكي في الدر الثمين عند ذكره ما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: والسلامة من كل ما ينفر مما يوجب ثلما في النفس والخلق والخلق، كالفظاظة والعيوب المنفرة كالبرص، وهو مرض يذهب بسببه دموية الجلد، يصير فيه بقع هكذا بيضاء يبيض هذا الجلد تذهب دمويته، والجذام وهو مرض يصيب الأطراف، الأنف يسقط، الأصابع تسقط وهكذا، والأدرة وهو عظم الخصيتين لأنهم على غاية الكمال في خلقهم وخلقهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، والجبان هو ضعيف القلب. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحية وما أشبه ذلك. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب، لأن هرب يشعر بالجبن، أما فر من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن، يقال هاجر فرارا من الكفار، أي من أذى الكفار، هذا جائز ما فيه نقص. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال: ففررت منكم لما خفتكم، أي الخوف الطبيعي، لما صار فيه الخوف الطبيعي. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم، أي للأنبياء، العصمة أي الحفظ من الكفر. قال في الشفا: والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكيك في شيء من ذلك. فإن قلت: كيف يكون على الإيمان ولم يوحى إليه بعد؟ كيف يعرف ربه ولم ينزل عليه الوحي بعد؟ فالجواب أن الله يلهم النبي من الأنبياء الإيمان في قلبه قبل أن ينزل عليه الوحي. منذ نشأته ينشأ عارفا بالله، يعرف أن الخالق واحد، وأنه لا شبيه له ولا مكان له ولا جهة له ولا شريك له
ولا صورة له، ولا يوصف بالحركة ولا بالسكون ولا بالجسم ولا بالحجم، ولا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالأعضاء ولا بالجوارح ولا بالأجزاء سبحانه وتعالى. والكبائر، قال في الشفا فصل: وأما ما يتعلق بالجوارح من الأعمال ولا يخرج من جملتها القول باللسان فيما عدا الخبر الذي وقع فيه الكلام، ولا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد وما قدمناه من معارفه المختصة به، فأجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات. سمعتم؟ وأجمع المسلمون، يعني هذا ليس فيه خلاف، على عصمة الأنبياء أنهم محفوظون من الفواحش، الزنا واللواط هذا من الفواحش، والكبائر الموبقات، الكبائر كالسحر مثلا هذا من الكبائر، وأكل الربا وأكل الميتة وأكل الدم المسفوح، وصغائر الخسة يعني الصغائر التي تدل على دناءة النفس قبل النبوة أي قبل نزول الوحي، وبعدها أي بعد نزول الوحي. الشرح: الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا. قال أبو المظفر السمعاني المتوفى سنة 489 في كتابه القواطع: وأما الأنبياء عليهم السلام فلا يصح منهم وقوع الكبائر لعصمة الله تعالى إياهم عن ذلك، فأما الصغائر فقالوا أي أهل السنة لا يصح وقوع ما ينفر عنهم مثل الكذب وما يضع من أقدارهم وما يدعو إلى البعد عنهم مثل الغلظة والفظاظة. ثم قال: وأما ما عدا ما ذكرناه من الصغائر فقد أبى بعض المتكلمين وقوع ذلك من الأنبياء أيضا، والأصح أن ذلك يصح وقوعه منهم ويتداركون ذلك قبل اخترام المنية، يعني إن حصل منه صغيرة من النبي ليس فيها خسة ولا دناءة الله تعالى يلهمه التوبة فيتوب فورا قبل أن يقتدي في ذلك به غيره في هذا الأمر. وأما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فكأنه قال: أهذا ربي كما تزعمون؟ قال أبو حيان في النهر المادي: ولا يريد بذلك الاعتقاد، وإنما ذلك مثل أن ترى رجلا ضعيف القوة لا يكاد ينهض فيقول إنسان هذا ناصري، بمعنى أنه لا يقدر على نصرتي مثل هذا. ثم لما غاب قال: لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ قال الأسفرايني في التبصير: وأن تعلم أن الحوادث لا يجوز حلولها في ذاته وصفاته، لأن ما كان محلا للحوادث لم يخل منها، وإذا لم يخل منها كان محدثا مثلها، ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: لا أحب الآفلين، بيّن به أن من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدثا لا يصح أن يكون إلها. ولما لم يفهموا مقصوده، أي قوم إبراهيم لم يفهموا مقصود إبراهيم عليه السلام، بل بقوا على ما كانوا عليه، قال: حينما رأى القمر مثل ذلك، فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. ثم لما لم ير منهم بغيته قال: حينما ظهرت الشمس هذا ربي هذا أكبر، أي على زعمكم، فلم ير منهم بغيته أيضا، فأيس منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد، أي أن هذه الثلاثة لا تصلح للألوهية. قال الرازي في كتابه عصمة الأنبياء: والأصح من هذه الأقوال أن ذلك، أي قول إبراهيم هذا ربي، على وجه الاعتبار والاستدلال لا على وجه الإخبار، ولذلك فإن الله تعالى لم يذم إبراهيم عليه السلام على ذلك، بل ذكره بالمدح والتعظيم، وأنه أراه ذلك
كي يكون من الموقنين، هذا هو البحث المشهور في الآية. يعني لا يجوز أن يعتقد أن إبراهيم تنقل في الشك، كما يقول سيد قطب في كتابه المسمى التصوير الفني في القرآن الكريم، فإنه يقول عن إبراهيم عليه السلام كان متنقلا في الشك بين عبادة الكوكب ثم القمر ثم الشمس، وهذا لا يجوز على نبي من الأنبياء. فكلام سيد قطب باطل، يجب التحذير منه. فتبرأ مما هم عليه من الشرك، ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. وأما إبراهيم في حد ذاته فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة. وأما قتل موسى عليه السلام للقبطي، انتبهوا لهذا رحمكم الله، فقد قال الرازي في عصمة الأنبياء في بيان معنى ما ورد في ذلك: تمسكوا بقوله تعالى: فوكزه موسى فقضى عليه. فإن ذلك القبطي إما أن يكون مستحقا للقتل أو لا، فإن كان الأول فلما قال: هذا من عمل الشيطان، ورب إني ظلمت نفسي الآية، وفعلتها إذن وأنا من الضالين. وإن كان الثاني كان عاصيا في قتله، جوابه يحتمل أن يقال إنه لكفره كان مستحقا للقتل، وإنه لم يكن، لكن موسى قتله خطأ، وإنه لم يقصد إلا تخليص الذي من شيعته من ذلك القبطي، فتأدى به ذلك إلى القتل من غير قصد. أما الآيات فمن جوز الصغيرة أي على الأنبياء حملها عليه، فإن الاستغفار والتوبة تجب من الصغيرة كما تجب من الكبيرة. وأما ما ينسب إلى سيدنا داود عليه السلام من أنه أرسل رجلا من قواد جنده إلى القتال حتى يموت فيتزوج امرأته فباطل، لا يصح ولا يليق بنبي من أنبياء الله. قال الرازي في عصمة الأنبياء الأول أن الذي حكاه المفسرون عن داود وهو أنه عشق امرأة فاحتال حتى قتل زوجها فتزوجها لا يليق بالأنبياء، بل لو وصف به أفسق الملوك لكان منكرا. وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس، كما قال التفتازاني في شرح العقائد عند كلامه على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، قال: إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة، أي هذا لا يجوز على الأنبياء. والله تعالى أعلم وأحكم. هنا سؤال: يقول العلماء من الواجبات القلبية الندم على المعاصي، فما معناه؟ الندم هو ركن التوبة، التوبة لا بد فيها من الندم، أي أن يقول في قلبه: لا أعود إلى هذا الذنب. وحتى تحصل التوبة لا بد من الندم والإقلاع عن المعصية والعزم على أن لا يعود لمثل ذلك، وإن كان ترك فرض قضاه أو تبعة لآدمي قضاه، أي أعطاه ما له أو استرضاه استسمحه. يعني ما معنى تعظيم شعائر الله؟ الشعائر معناها المعالم، الأشياء التي هي من معالم الدين يقال لها شعائر الدين، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والأذان والإقامة. هذه الأشياء من استخف بها، من استهزأ بها كالجنة أيضا يكفر. الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا يجوز أن ترميها في المزابل، ورقة فيها عبد الله أو عبد الرحمن لا يجوز رميها في القاذورات، أو رأيتها في الطريق لا يجوز أن تتركها. بعض الناس يلمون
كسرة الخبز، قطعة الخبز الصغيرة، يلمونها ويقبلونها أحيانا ويضعونها على الجبهة، ثم في مكان منحات هكذا على جنب، وإذا رأوا اسم الله يتركونه. لا يجوز أن يترك اسم الله في القاذورات، لا يجوز أن يترك اسم النبي محمد وقد قصد به النبي محمد في القاذورات. انتبهوا لهذا. ما هو الشكر الواجب؟ العلماء يقولون الشكر شكران، شكر مستحب، يعني إذا إنسان قال الحمد لله بلسانه هذا شكر مستحب. أما الشكر الواجب فهو أن لا تستعمل النعمة في المعصية. عندك نعمة النظر لا تستعملها في المعصية، عندك نعمة اليد لا تستعملها في المعصية، لا تصافح أجنبية، عندك نعمة الرجل لا تمشي بها إلى الحرام، عندك نعمة البطن لا تأكل ما حرم الله، عندك نعمة الفرج لا تستعمله فيما حرم الله. فالشكر الواجب هو أن لا يستعمل العبد النعمة في المعصية. ما الصبر؟ يسأل عن الصبر، ما هو الصبر وما هو الصبر الواجب؟ الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. إنسان مثلا عنده مال، أحرق ماله، غصب ماله، أخذ ماله، سرق ماله، يصبر. ما معنى يصبر؟ يكف نفسه عن الحرام. الصبر صبر على أداء ما افترض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، وصبر على أذى الناس. أعلى أنواع الصبر هو الصبر عما حرم الله، هذا ليس سهلا على النفس. فكونوا من العاملين بهذه الأنواع الثلاثة، أنواع الصبر. اصبروا على أداء ما فرض الله، حتى في الشدة في المرض صلوا ما فرض الله عليكم، توضأوا طالما لا تنضرون من الوضوء، صوموا طالما لا يضركم الصيام. ثم الصبر على تجنب ما حرم الله، اصبروا عن النظر المحرم، عن اللمس المحرم، عن الكلام المحرم، اصبروا حتى لا تقعوا فيما حرم الله من الأفعال ومن الكلام، واصبروا على أذى الناس. هذه صفات الأولياء، صفات الكاملين، صفات الصالحين، صفات النبيين، أنهم يصبرون على أذى الناس. الأنبياء لولا صبرهم هل استطاعوا أن يدخلوا هؤلاء الناس في دين الله؟ لولا صبرهم الكبير العظيم ما استطاعوا. الله تعالى يقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوصى بعضهم بعضا باتباع الشرع، هذا هو الحق، وبالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. لا تكثر من الكلام حتى لا تقع في الحرام. كثير من الناس يكثرون من الكلام، من المزح، فيقعون في الحرام. كثير من الناس يطلقون ألسنتهم عند الغضب فيقعون فيما يغضب الله والعياذ بالله. هنا السؤال الأخير، ما معنى بغض الشيطان وبغض المعاصي؟ يجب من الواجبات القلبية أن تبغض الشيطان، أن تكره الشيطان. الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، الشيطان عدو ابن آدم، اتخذه عدوا. لا تلتفت إلى الوساوس، ولا تخف وسوسة الشيطان فإنه أمر من الرحمن. لا تخف الوسواس. بعض الناس يقول أنا يغلبني الوسواس، يزعجني الوسواس. اعمل بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما عن المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، اقرأهما كل صباح وكل مساء وفي كل صلاة وبعد كل صلاة. ولا تلتفت إلى وساوس الشيطان، لا تنظر، إذا لم تلتفت إليها لا يضرك ذلك، وتكون أنت من الفائزين. فاتخذوه عدوا، نكره الشيطان وهو الجني الكافر، ونتخذه عدوا كما قال الله تعالى، ونبغض المعاصي الكبائر والصغائر. المعاصي كبائر وصغائر كلها حرام، وكلها من وقع فيها تلزمه التوبة والرجوع عن هذه المعصية. إن كانت كبيرة كالزنا واللواط والسرقة وقذف المؤمنات والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، كل هذه من الكبائر.
وإن وقع في صغيرة كمصافحة أجنبية أو النظر إلى عورة أجنبية، هذه حرام وهذه معصية، هذه يتاب منها وهذه يتاب منها، هذه يندم عليها وهذه يندم عليها، والله غفور رحيم. ومن تاب فأمره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ربي اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم فقهنا في الدين، وزدنا رغبة في طلب علم الدين وفي تعليم علم الدين. اللهم احفظنا من الكفر والمعاصي ما أحييتنا، وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا إننا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، وأكرمنا ربنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنك أكرم الأكرمين، أرحم الراحمين، يا رب العالمين. والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.